أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لقد سمعنا من سماحتكم أن من يسمع الأناشيد الإسلامية هو من الصوفية وهي من الهوى، السؤال: هل نحذر من الجلوس مع أصحابها؟ وين سمعتم من الكلام هذا أنه من الصوفية؟ هل يسمعه يكون من الصوفية؟ أنا ما أذكر أني قلته، لكن أنا أقول هذه الأناشيد التي يسمونها إسلامية هي أناشيد الصوفية، لأن الصوفية يعتبرون الأناشيد أنها ذكر لله عز وجل، يعتبرونها إسلامية ذكر لله، هذا وجه المشابهة. أما أن يقول من يستمع إليها فهو صوفي، هو صحيح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.